متن السلسبيل الشافي في علم التجويد الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله، ضبطه دكتور عماد بن أنور الدين، أداء المنشد علاء غيلان الطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة. بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا. سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القرآن كافي. فمن بالقبول يا الله، وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول ووصل اثنان، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر. فقطع عليهما وصل ثانيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما، وبين أنفال وتوبة أتى، وصل وسكت ثم وقف يا فتى. باب تعريف النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة: أظهرهما من قبل همز هاء، عين وحاء، ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمة قد ذكرا، كنحو صنوان ودنيا أظهرا. وقلبهما ميما قبيل الباء، وأخف قبل فاضل الهجاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. باب التعريف. لظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإطلاب دري، وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. باب حكم النون والميم المشددتين. إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتمهن، وسم حرف غنة مشددا، واحذر لما قبلهما أن تمددا. باب أحكام الميم الساكنة.
والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام فأخف عند الباء وفي الميم ادغما وأظهرنها عند ما سواهما وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. باب الغنة. وغنة صوت الذي ذو الركبا في النون والميم على مراتبا مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل. وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية فلام الزائدة في الكلمة وهي أتت مظهرة ومدغمة فأظهرت قبل ابن حجك وخف عقيمه وأدغمت فيما خلف طب ثم صر رحما تفز ضف ذانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية وأظهرا أصلية كألفي ومثلها اسمية كخلفي ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لاما ورا كقل لهم قل رب بل لا بل رفع قل جاء والتقى وقل لا بل طبع. باب مخارج الحروف. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب أربع عشر وعند سيبويه ستة عشر ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت والفاء من باطن سفلى الشفة
ومع أطراف الثنايا العليا للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب ألقاب الحروف. ألقابهن عشرة جلية، فأحرف الجوف اسمها جوفية، وأحرف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شجرية، واللام والنون وراء ذلقية، والطاء والدال وتان طعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والطاء والدال وثالث وية، وأحرف الشفاه قل شفوية. أما الهوائيات يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. فصل في الحرف والمخرج وأقسام الحروف. اعلم بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد، والمخرج اعلم أنه في العرف معناه موضع خروج الحرف. ثم الحروف عندهم قسمان، أصلية فرعية فالثاني، خمسة أحرف بلا محالة، همز مسهل ألف ممالة، والصاد والياء المشمتان، وألف التفخيم سالبيان. باب المثلين وأخواته. إن التقى الحرفان خطا قسما أربع أقسام وكل علما، فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين، وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جا، ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف، ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا، وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة، إن سكن الأول قل صغير، أو حرك الحرفان قل كبير، أو سكن الثاني فسم مطلقا، فهذه اثنا عشر قسما حققا. باب الإظهار والإدغام. أدغم من الصغير ما تماثلا إن كان أول من المد خلا، كنحو يدرككم ونحو قل لهم، لا نحو في يوم ولا قالوا وهم، وجاء فيما لك لا تأمنا، وجهان إشمام ورغم يعنى، وإن تجانس الصغير أدغما، منه حروف خمسة لتعلما، فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الضاء كإن ظلمتم، والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الدعا، والثاء في يلهث بذال أدغمت، والباء في الميم التي في اركب أتت، وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام. باب المد. وعرف المد بهذا الحد، إطالة الصوت بحرف المد، حروفه واو ويا وألف، سكن عن جنس كفى وفي وفو، واللين منها الياء وواو سكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا،
والمد قل أسبابه شيئان، همز سكون وله قسمان. أصلي إذا المد خلا عن السبب، فرعي إذا بواحد منه اصطحب. وها أمضمر وشبه وجدا بين محركين وصلا امددا، لكن معا أرجه فألقه سكني، واقصر لدى يرضه فوق المؤمن. وتقصر الها عقب الإسكان في غير يخلد فيه في الفرقان. باب أحكام المد. للمد أحكام ثلاث: واجب وجائز ولازم. فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا، هذا يعد. وامدده أربعا وخمسا إن تصل، وخذهما إذا وقفت واستقل. وجائز منفصل وبدل، وعارض للوقف فالمنفصل. أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد. وجاز فيه من طريق الشاطب أربعة وخمسة يا صاحبي. وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمنوا فسم بدلا، واقصره إن لم يأت بعده سبب، وإن أتى فاعمل بذلك السبب. وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكين، كنحو من خوف ومن سبيل، بالقصر قف والوسط والتطويل. ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد. باب أقسام المد اللازم. ولازم المد له أقسام أربعة بينها الكلام: كلمي وحرفي، وكل منهما مثقل مخفف قد علما. حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف، كلمي إن بكلمة وجد، مثقل إن السكون أدغما، مخفف إن كان ليس مدغما. واللازم الحرفي كم عسى النقص، وكلها بأول السور تخص. الله الآن وآن ذكرين، أبدل وسهل فاعرف الوجهين. فصل في أحرف فواتح السور. جملة أحرف فواتح السور: صله سحيرا من قطع كاربع عشر، فمد كم عسى النقص طويلا، وخذ بعين الوسط والتطويلا، وقصر برهط حي كل حرف، وسمه مدا طبيعي حرف، وسم حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. باب أنواع العارض للوقف. والوقف مد عارض له ومد متصل وعارض من غير مد، فقف عليها بالسكون كيف مر، واشم بها رفعا ورم رفعا وجر. ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصلا، لشمام ضم الشفتين دونا صوت بعيد نطقك السكون. والروم خفض الصوت بالمحرك، يسمعه كل قريب مدرك.
وامنعني وجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام في النصب ميم الجمع طار الشكل هائي مؤنث سكون نصلي والخلف في هاء الضمير بعد يا أو واو لو ضم وكسر الرويا. باب صفات الحروف. صفات أحرف الهجاء 17 منهن خمس ضد خمس تشتهر جهر ورخ واستفال وانفتاح لصمات واعرف ضدها بالاتضاح مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها أجد قط بكت وبين شدة وبين الرخو وسط في للعمر وعلوها إذ خص ضرط صاد وضاد طا وضاء إطباق وفر من لب هي الإذلاق وللصفير الصاد سين مهملة زاي وأما قطب جد قلقلة واللين واو ثم ياء عرفا واللام والراء بانحراف وصفا وكرر الراء وفش الشين واستطل الضادة حز يقينا. باب معاني الصفات. الهمس جري نفس الحروف والجهر حبس جريه المعروف والرخو جري الصوت والشدة لا والوسط بين الحالتين حصلا رفع اللسان بالحروف استعلا وخفضه بها استفال يجلى لطباق إلصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك لإذلاق خفة الحروف وضعا والانصمات ثقلهن طبعا أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه وعرف التكرير بالتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. باب التجويد ومراتبه. تجويد كالقرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي. باب بيان اللحن والواجد في علم التجويد. واللحن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي أما الجلي فخطأ في المبنى
خل به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاعي يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعه سويا، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع. تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القراء. باب أركان القرآن. اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان، توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. باب مراتب التفخيم. وفخم استعلى بترتيب يفي، طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. أشدها المفتوح بعده ألف، ودونه المفتوح من غير ألف. مضمومها وساكن عن كسر، مكسورها فخمسة بالحصر، وساكن عن فتحة كفتحة، وساكن عن ضمة كضمة. باب الترقيق. كل حروف استفال رقيق، والألف اتبعها لحرف سابق. والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم. باب الراء. ورقق الراء حال الانكسار، وحال إسكان عن انكسار. إن كان أصليا وموصولا بها، وليس علو بعد في كلمتها. وفي القن الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. ورققا وقفا بعيد الكسر، أو ياسكا أو ساكن عن كسر. والخلف في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثبتا. وبعد فتح وانضمام فخما، أو بعد ساكن أتى بعدهما. ورجحوا التفخيم في وقف كسر، عن غير كسر عكس يسر ونذر. وإن تقف بالروم راعي الوصل، ولا تنوم مع روم أصلا. وأخف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن سكنت. باب استعمال الحروف. إياك أن تفخم المستفيلا، إن كان الاستعلاء به متصلا. كالحق واهدنا الصراط واتقى، والمدحضين وعظيم الرهقا. والهمز رقق من أعوذ اهدنا، الله الطلاق والحمد أنا. وراءه أقول إن أرادني، أغنى أضاءت أصطفى وإنني. ولام لله ولا الضى ولكم، وليتلطف وعلى الله ظلم. والميم من مخمصة وما أمر، ما الله موطئا ومرضى والقمر.
وباء برق باطن بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وهاء إن الله فوقها ظهر، والواو في يطوقون ووطر، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو، والتاء من حرستم أفضتم، وخضتم كذا وما فرضتم، وبين المقلقل المسكنا، وصلا وإن وقفت كان أبينا، وحاء فاصفح عن وها سبحه، ولا تزغ قلوبنا واضحه، وبين الغين التي في يغشى، خوف اشتباهها بخاء يخشى، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وخلصا فتحا وكسرا وردا، من قبل ضم خوف أن يتحدا، واحرص على الشدة والجهر ببا، والجيم نحو حبة وحببا، ورب صبرا وابتغى وربوتي، والفجر واجتثت وحج فجوتي، وبين الضاد بنحو اضطر، والضاء في وعوت حيث مر، وشدة الكاف وتاك شرككم، وتتوفاهم وفتنة لهم، وبين الإطباق إن أدغمت، أحط فرطتم لئن بسطت، وفي ألم نخلقكم الوجهان، لإدغام ذو التمام والنقصان. تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية: وبسطة الأعراف يبسط البقر، بالسين والمسيطرون الخلف قر، وقرأ بوجه الصاد في مسيطر، والنون في ياسين نون أظهر، واسكت على مرقدنا مراق، وعوجا بران باتفاق، والخلف ماليه وضعف الروم، بفتح ضاده وبالمضموم، حفص بمجريها فقط يميل، وفي أأعجمي له التسهيل، وفي فما آتاني الله قفا، له بياء ساكن أو احذفا. باب الوقف والابتداء: وبعد أن تعرف أن تجودا، لا بد أن تعرف وقفا وابتدا، إن الوقوف أربع تريح، تام وكاف حسن قبيح، تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقد تعلقا، وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل، قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه وصلا، أما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد، ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا، ولم يجب وقف ولم يحرم سوى ما أوهم المعنى وقاريه نوى. باب المقطوع والموصول: وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت
ألا أقول لا يكون ثبتت وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على وملجأ ولا إله إلا هودا وفلفل أنبياء حنا أمن خلقنا من يكون أسسا يأتي ومما ملكت روم النساء وموضع المنافقون خلفه عمن تولى من يشاء عمانه ويوم هم على وبارزونا وحيثما وأنما يدعونا معا وفي الأنفال خلف إنما لنعام والخلف بنحل علما وألم المفتوح والمكسورا إلا الذي في هودها مذكورا وكل ألو فيه الانفصام والخلف في وأن لو استقاموا وكل ما سألتموه قطعت والخلف ردوا جاء ألقي دخلت وبئس مقطع بحرف وصلت والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت إما لدى وعد وفيما قطعا في الشعراء خلف تنزيل معا يبلو معا أوحي أفضت مشتهت روم فعل ثانيا ووقعت وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطعهن عولا وصل فأينما كنحل واختلف في الشعر الأحزاب والنساء عرف كي لا بحج تحزنوا تأسوا على وثاني أحزاب وأن لن نجعل نجمع واعلم أنها ويا وأن كانوا هم وما يلي لا تنفصل وصل نعم مما عم أما ذا يشركون اشتملت ومهما ويبن أم ربما يومئذ ممن وإلا ويك أن حينئذ باب التاء المبسوطة واعرف من المرسوم تاءات أتت في مصحف الإمام بالتاء كتبت رحمة معا بالزخرف الأعراف والبقرة والروم هود كافي نعمة ثاني البقرة عمران ثاني العقود فاطر اللقمان والطور والنحل الثلاثة الأخر وإبراهيم في الأخيرين انحصر لعنة لدى عمران أعمي أوله نور ومعصية لدى المجادلة وامرأة مضافة لزوجها وابنت وفطرت شجرت دخانها قرة عين سنة الأنفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع بقية الله وجنة وقعت وأوسط الأعراف تمت كلمة وكل ما فيه خلاف القرى جمعا وإفرادا بتاء يذرى وهي غيابت وأجمالت بينت بفاطر وثمرات فصلت في الغرفات سبأ وآية في يوسف والعنكبوت ثابت وكلمة لنعام يونس معا والخلف في الثاني وطول وقعا وقف بتائي يا أبت ولا تا هيهات مرضى تا وذات اللاتا باب المحذوف والثابت من حروف المد واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن
قد أتيا يمحو بشورى يدعو نسرى والقمر سندعو التحريم صالح السقر يؤتي النسخ شون الجوار صالهاد حج وروم الأربع الوادي يناد ننجي الذي في يونس تغني النذر يردني يا عبادي أول الزمر والألف احذف إن تصل أو تقفي من أيها الرحمن نور الزخرف وأثبت وقفت لا إن تصلي أنا ولكنا بكهف تنجلي كذا الظنونا والرسولا نسفعا ولا يكونا والسبيلا ومعا أولى قواريرا وفي سلاسلا حف وإثبات بوقف حصلا وأثبت يا التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبعي آتي مقيمي حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكل باب البدء بهمزة الوصل وابدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام أصلي واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كبن قضوا وتمشوا يؤم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتحه كالدين وحال بدء أبدلا همزا سكن يا أنبئتوني وواوا بئت من خاتمة المتن والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمانا واحفظه في الدنيا من الآفات وادخله بعد الموت في الجنات وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلما ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان.